بحر بلا بلاستيك مبادرة تسهر مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة على تنظيمها في كل فترة صيفية برئاسة صاحبة السمو الملكية الأميرة ليلى حسناء للتحسيس والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة. الدورة الرابعة عرفت المرور ب 25 محطة واليوم تصل إلى محطة شاطئ الرباط. تشمل واحد المجموعه ديال الورشات بتنسيق مع جمعيات محليه اللي كتهم بالخصوص خطوره النفايات البلاستيكيه، اهميه اعاده التدوير، التنوع البيولوجي، وكذلك بعض المفاهيم العلميه حول هذه النفايات في واحد الاطار تشاركي. هذا واحد الشرف بالنسبه للجمعيات كذلك، لانهم كيشاركوا كيعبئوا الاعضاء ديالهم باش يقوموا بتوعيه الناشئه، وكذلك هذه العمليه تمت في يعني في محطات اخرى في الشواطئ ديال المغرب. وبرمجت المؤسسة مجموعة من الورشات استفاد منها أطفال منظمة الكشافة والمرشدات بالعيون، من بينها ورشة إعادة تدوير النفايات البلاستيكية، ورشة البحث العلمي البحري والتعريف بأضرار النفايات البلاستيكية، وورشة التعريف بالتنوع البيولوجي، وورشة التعريف بالغوص، وورشات أخرى تزكي الثقافة البيئية للأطفال. جيت كإطار تابع للمنظمة المغربية للكشافة والمرشدات، جيت العيون بجدر الساقية الحمراء فرع بكرة. جينا اليوم للحملة ديال حملة بحر بلاستيك 2023، جينا نحضر مجموعة من الورشات، وأهم هذه الورشة ورشة إعادة تدوير الشباك، وكانت بالنسبة لنا إفادة كبيرة، لا بالنسبة إحنا كإطارات ولا قياد ولا مستفيدين. فرحانة بزاف حيت جيت لهذا هذه الحملة وتعرفت على أطفال جداد من مدينات أخرى، وتعلمت بزاف ديال الأشياء في حملة البحار بلا بلاستيك، وتعلمت كيفاش نحافظ على البحار وكيفاش نتعامل معاه وما نوسخوش. جاي مدينة العيون وجيت العاصمة المغرب باش نكتشف بزاف ديال الحوايج ونتعلموا أشياء كثيرة. جاي من مدينة العيون نتكلم على بيئة البحار. جينا هنا نتعلموا من الورشات، نتعلموا من الورشات نحافظوا على بيئة البحر وما نوسخوا البحر. ومن شمال المملكة إلى الصحراء المغربية، تهدف المؤسسة إلى تخفيض النفايات البلاستيكية بمقدار 10 أطنان على الأقل لكل شاطئ، لتنفيذ ما لا يقل عن 40,000 إجراء للتوعية البيئية وتحسيس حوالي 2 مليون شاب من أجل بيئة مواطنة نظيفة بشواطئ المملكة.